التكامل كله. احنا اول شابتر هناخده اسمه الانديفينيت. انتجرالز اللي هو التكامل الغير ايه؟ الغير محدود. انا بميل دايما ان انا احط مخطط للكورس في الاول، اوتوماتيك هتبقى عارف كل محاضرة احنا فين في المخطط. المخطط ده اعمله صفحة في الاول لوحده كده، كل محاضرة هتعلم احنا خدنا دي احنا خدنا دي لغاية ما نخلص التكامل الغير محدود ده، ياخد معانا حوالي 6 محاضرات. هو اساس علم التكامل كله هو الشابتر الاولاني. الشابتر الثاني اللي هو الديفينيت ده تطبيق على الانديفينيت. الاساس هو ده، اساس علم التكامل كله هو الشابتر الاولاني. انا هحط لك مخطط للشابتر الاولاني. انا قسمت التكامل ده لمرحلتين، المرحلة التحضيرية او بسميها مرحلة البناء، بتبني نفسك في التكامل. المرحلة التانية اسمها المرحلة التطبيقية، اللي اتعلمته من هنا هنزل اطبقه هنا. طيب المرحلة التحضيرية بتنقسم لاربع مراحل. المرحلة دي اول مرحلة، المرحلة الأولى تعريف التكامل. لازم أكون فاهم يعني إيه تكامل. في ناس كتير في الامتحان بيكامل يدل إنه مش فاهم يعني إيه تكامل. يا ترى إحنا كلنا عارفين يعني إيه التكامل؟ دي المرحلة الأولى. زائد المرحلة الثانية، المرحلة التانية دي اسمها مرحلة الخطر، اللي هي حفظ جداول التكاملات اللي هي قدام حضرتك. يعني بالمناسبة أنا فكرت أجيب لكم هدية إيه وأنا جاي، قلت أجيب قفصين مانجا، لقيت مش معاد المانجا، قلت أجيب قفصين برتقال، مقامكم أكبر من كده، فقلت أجيب لكم الاتنين للإخوات دول، الأخ جون سينا والاخ اندرتيكر دول. فقلت بقى اجيب لكم معايا الهديتين دول، تصاحبهم تحبهم، بص حبهم وباكرههم بعد كده. دول بيلعبوا اكتر من 90% من علم التكامل. لو مش متمكن فيهم مش هتعرف تحل التكامل. مفيش مساله هتخلو الا ما يكون فيها حاجه من دول. فدول تبروزهم كده وتخليهم معاك على الموبايل زي الجدولين بتوع التفاضل اللي احنا خدناهم. هنذاكرهم دلوقتي مع بعض، هتلاقي ان الجدولين دول تحفظهم في نص ساعة. هنذاكرهم ازاي؟ تذاكرهم وتحفظهم بمنتهى السهولة. طيب يبقى احنا وصلنا لمرحلة الخطر اللي هي حفظ جداول التكاملات زائد حفظ تحويلات النسب المثلثية والزائدية. الناس بتستهتر بالتحويلات دي، ممكن تطير منك مسألة. يبقى دي مرحلة الحفظ اللي هي مرحلة الخطر. المرحلة الثالثة خواص التكامل. زي ما خدنا خواص التفاضل، في خواص للتكامل. المرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة قوانين وقواعد التكامل. هم دول الاربع مراحل. لازم تبقى متمكن من الاربعه دول عشان تعرف تنزل تطبق. اعرف كامل النهارده ما ينفعش لاعب ينزل يلعب ماتش وهو لياقته البدنيه واقعه وهو فنيا واقع. لازم يعمل تمرينات اللياقه البدنيه، التمرينات الفنيه، نط الحبل، يلعب اللي هي ايه، حاجات بتاعت كمال الاجسام والحاجات دي، عشان يبقى جسمانيا كويس يقدر يلعب. من غير الاربع مراحل دول مش هتعرف تكامل، لان الاربعه دول شبكه مع بعضهم. طيب دول ان شاء الله هناخدهم المحاضره دي. الاربعه دول بقى بيصبوا فين؟ بيصبوا في مجرى افقيه كده. المجرى
الاربعه دول نازلين على متر. هنعمل ايه بقى هنا؟ قال لك استخدام هذه المراحل في اجراء عمليات التكامل المختلفة. هندربك بقى يا بطل ازاي تكامل بقى، بس الاساس لازم تكون الاربع مراحل دول متمكن منهم. دول ياخدوا معاك حوالي ساعة مذاكرة، الاربع مراحل دول. طيب هنطبق بقى في كم عنصر؟ في 7 عناصر. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6، ادي 7. هتعد معايا بقى كده. اول حاجة هنعلمك ازاي تكامل تكامل الدوال الكسرية. ده موضوع مهم قوي بجميع حالاتها. الدوال الكسرية دي لها حالات كتير، ده عنوان كده كبير هناخده المحاضرة الجاية ان شاء الله، ازاي تكامل الدوال الكسرية. رقم 2، التكامل بالتعويض. رقم 3، التكامل بالتجزيء اللي هو تكامل حاصل ضرب دالتين. رقم 4، التكامل بالقصور الجزئية. خدت القصور الجزئية في الجبر؟ خدت ازاي تعمل قصور جزئية؟ طيب رقم 5، تكامل او التكامل بإزالة الجذور. تلاقي التكامل مليان جذور كده، التكامل بإزالة الجذور. رقم 6، التكامل أو تكامل الدوال الكسرية. مالها بقى؟ التي تحتوي على ساين، كوزاين، تان، سك، الدوال المثلثية. ده موضوع كبير. آخر حاجة التعويض بالنسب المثلثية في الصور التربيعية. زي ايه الصور اللي هتقابلك؟ في 3 صور مشهورين اول ما تشوفهم بنعوض عنهم بنسب مثلثيه. A تربيع ناقص X تربيع، A تربيع زائد X تربيع، X تربيع ناقص A تربيع. ده ملخص التكامل، دي اساس علم التكامل كله يا جماعه. الكلام ده ان شاء الله هنحاول نغطيه في 6 محاضرات. النهارده كل تركيزنا ازاي نبقى 100 100 في المرحله التحضيريه. ازاي النهارده نتمكن من المرحله دي كويسه قوي ونقعد نتدرب على المرحله التحضيريه. بدايه من المحاضره الجايه هنبتدي نشتغل في العناصر دي. عاوز المخطط ده اعمله في ورقه بره عشان ما تتوهش. هتيجي في وسط التكامل ما انتش عارف انت خدت دي ولا دي، ولا خدتها ولا ما خدتهاش. لا، قدامك 7. النوع اللي هناخده سيادتك هتعمل عليه مثلا بالقلم الاحمر كده، بحيث في النهايه يبقى انت ايه، حتى اما تيجي تذاكر تحل مجموعه مسائل على دي، تحل مجموعة مسائل بالتعويض، لأن ما أنتش عارف في الامتحان هتجيلك أنهي نوع فيها. هنحل على دي، هنحل على دي، تعملهم عناصر كده، لأن التكامل كبير. علم كبير وعلم متفرع. المسألة بتجيلك ما أنتش عارف تدخل لها إزاي. النهاردة كل مهمتنا إزاي لما تجيلك المسألة تفكر تدخل فيها إزاي. إزاي أول ما تشوف مسألة التكامل هفكر إزاي نكملها. طيب همسح الكلام ده يا جماعة. خلاص الناس كتبته، ده المخطط اللي هنمشي عليه. هتبص هتلاقي شابتر 2 الديفينيت انتجرال تطبيق. كل الكلام ده كانه بيتكرر تاني بس على التكامل له حدود. ازاي اجيب مساحه، ازاي اجيب حجم، ازاي اجيب الارك لينس اللي هو طول القوس. لازم تتمكن من الكلام ده يا جماعه. والتكامل هيتكرر معاك بعد كده في التخصص، سواء دخلت مدني او كهرباء او ميكانيكا.
التكامل طبعا ده اساسي. في ناس عندها في الكليه النهارده ما زالت عندها عقده التكامل، ما زال زملاتكم اللي في التخصصات بيجيبوا لنا مسائل نحلها لغايه دلوقتي، لان ما كانش كويس في التكامل. فانت لسه فرصتك كويسه، انت لسه في الاول، ابني نفسك في التكامل. التكامل ده بيبقى مزاج قوي للناس اللي فاهمه، بيبقى ممتع، وبيبقى صعب جدا على اللي مش مذاكره صح. انا والله حاولت اعمل لك كروكي عشان اريح اعصابك وانت بتذاكر، ما تحسش ان انت، مجرد ان انت تحس ان انت تايه وانت بتذاكر ده ضغط على اعصابك. انا ماشي صح ولا لا؟ انا عمال زي الترس اللي بيفوت، عمال كل اللي اذاكره اذاكره ايه كل مره، وفي حاجات ما ذاكرتهاش خالص. قلت لا، اجيب لك العناصر كلها عشان تتاكد في النهايه انت عديت ومتمكن من العناصر دي كلها. طيب هنبتدي المرحله التحضيريه. نبتدي بكلمه يعني ايه؟ عاوز ابتدي يعني ايه كلمة تكامل. لو انا بكامل دل اف اوف اكس دي اكس، وطلع التكامل ده دل اف كابيتال اوف اكس زائد ثابت. يعني ايه اكامل الدل اف اوف اكس؟ بمنتهى البساطة في كلمتين ونص، تكامل الدل اف اوف اكس بدور عن الدالة f of x اللي تفاضلها يدي الدالة دي. يبقى الدالة دي كده اهو تفاضلها. في ناس يقول لي لا، طب ما انا امسك الدالة دي واحفظ الدوال كلها، كل دالة تكاملها ايه؟ اقول له الطريقين صح، بس نصيحة مني خليك في الطريق ده. ليه؟ لان انت خدت التفاضل ومتمكن منه. فيبقى انا وانا بكامل الدالة دي عمال ادور ايه الداله اللي تفاضلها يدي الداله دي. طب ما تكتب لنا حاجه كده عشان نشوف الكلام ده هيبقى صح ولا لا. لو انا بكامل سيك تربيع اكس دي اكس، لو انا بكامل سيك اكس تان اكس، لو انا بتكامل اي حاجه شاين اكس دي اكس، انا هاجي احفظ تكامل السيك تربيع ايه؟ صعبه شويه. طيب لو قلت لك ايه الداله اللي تفاضلها يدي سيك تربيع، شوف الموضوع سهل ازاي. هتقول لي على طول التان اكس، تكامل سيك تان، ايه الداله اللي تفاضلها يدي سيك تان؟ السيك، شفت بقى التفكير؟ زائد مين؟ زائد ثابت. ادام هنا مفيش حدود تكامل يا جماعه، اسمه تكامل غير محدود، لازم تحط ايه؟ ثابت. لما اجي احط حدود للتكامل مش هحط الثابت ده بعد كده. ايه الداله اللي كان تفاضلها يدي شاين؟ الكوشاين. ادي معنى التكامل يا جماعه. حتى المراجع الاجنبيه بتسميه ايه؟ بتسمي التكامل الانتي دريفيتيف، الاشتقاق العكسي. شو بيسموه ايه؟ مش بيسموه الانتجرالز، لا بيسموه الانتي دريفيتيفز اللي هو الاشتقاق العكسي. شفت في التسميه كمان؟ الاجانب بيسموه كده. يعني بينسبوه للتفاضل برضه. طيب رقم اتنين، المرحلة التانية. اللي هي الجداول. جداول التكاملات زائد تحويلات النسب المثلثية والزائدية. مرحلة مهمة، مرحلة قوية. طيب هنيجي بقى ايه للاتنين الاخواننا اللي واقفين قدامكم دول، جون سينا واندرتيكر.
او ممكن تسموا الدوال المثلثيه سوسو والزائديه زوزو، يعني بص سميها على اسم اتنين بتعزهم. يعني ايه اي يعني بص اللي ايه اهم حاجه تحبهم. بصوا كده البوسترين دول تقريبا شكل اللي انا حطيتهم قبل كده، بس دول بتوع تكامل، دول كان بتوع تفاضل. هتلاقي الناحيه الشمال هنا هي كانت اليمين هناك، والناحيه اليمين دي كانت الشمال هناك. طيب احنا عاوزين بقى ايه؟ وانا دلوقتي وانا بكامل هيبقى في دماغي تفاضل ودماغ التكامل؟ لا، هنوحد تفكيرنا، هيبقى في اتجاه كل تفكيرك في التفاضل. يعني وانا بذاكر التكامل هيبقى كل تفكيرك مبني على التفاضل. ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عاوز اكامل الداله ساين اكس، اجي اقول هي ايه الداله اللي كان تفاضلها ساين؟ بس الكوزاين كانت تفاضلها بايه؟ يبقى لازم ارجع ايه تاني هنا؟ احنا مبدانا اللي خد حاجه يرجعها، اللي خد حاجه يرجعها. يعني انت خدت 10 ترجع 10، ما ترجعهمش 9. طبعا انتوا مش بترجعوا 9، انتوا ما بترجعوهاش اصلا. فكانت الكوزاين لما كنت تفاضلها كانت تدي سالب، فلما اجي اكامل الساين اقول هي ايه الداله اللي كان تفاضلها ساين كوزاين، بس كان في سالب هنا هحطه الناحيه دي، ما بحطش السالب مع علامه التكامل. زائد ثابت. هي ايه الداله اللي كان تفاضلها كوزاين؟ ساين. هي ايه الداله اللي كان تفاضلها سيك تربيع؟ اهو، يبقى انا شغال كل تفكيري في التفاضل، انا ما جبتش سيره التكامل خالص عشان ما تعبش دماغي. طيب هي ايه الداله اللي كان تفاضلها سيك تربيع؟ قلنا تاني كوسيك تربيع. يقول لي لا ده كانت سالب كوسيك تربيع. اقول له يا عم السالب رجعه تاني لها، اهو كنت واخده سلف ورجعته. ما هي الدنيا يا ابني سلف ودي، وما التفاضل بين الناس الا بالتكامل. طيب الكوسيك تربيع، واحد يقول لي ده كان الكوتان تفاضلها كوسيك تربيع. اقول له يبقى ادي الكوتان وادي السالب اللي انا خدته، يا عم انا رجعت لك اللي انا خدته. طيب قلنا السكتان سك، الكوسيك كوتان كان تفاضل الكوسيك يدي سالب كوسيك كوتان، رجعنا السالب يبقى سالب كوسيك اكس زائد ثابت. السك والكوسيك دول جداد، ليه؟ ما كانش في حاجه تفاضلها يدي سك. خلي بالك من العلاقتين دول، انا جايبهم لك اهو. ما كانش في حاجه تفاضلها تدي سك، ولا حاجه تفاضلها مباشر تدي كوسيك. انا اقصد على التفاضل المباشر يعني. الجديد بقى ان تكامل السك لن ابسليوت سك اكس زائد تان اكس. ليه هنا ابسليوت يا جماعه؟ عشان في هنا ايه؟ لن، ما فيش لن عدد سالب. يبقى لين ابسليوت سيك اكس زائد تان اكس. الجديد اختها بقى الكوسيك، يبقى لين كوسيك، بس بدل ما الاشاره هنا كانت موجب، الاشاره هنا بقت ايه؟ بقت سالب. يبقى لين ابسليوت كوسيك اكس ناقص كوتان اكس زائد السالب. الصوره دي فاكرينها؟ فاكر، بس دي كانت بدل الايه تربيع، دي كانت واحد صح؟ طب افترض كانت خمسه او سته او رقم، تكاملها ازاي؟ بنقول لك خلي القيمه هنا قيمه مربعه، يعني لو اربعه خليها اتنين تربيع. واضح ان دي صوره مين؟ ساين ماينس 1. طب الايه اللي هنا تظهر هنا فين؟ تظهر تحت الاكس. يعني مثلا لو دي 4، القيمه المربعه دي 4 يبقى دي 2، يبقى ساين ماينس 1 اكس على 2 زائد ثابت. طيب خش على مين؟ على التان ماينس 1. قال لا انت ما حطيتش الكوزاين ماينس 1. انا بسهل عليك، مش فاكر ان الكوزاين ماينس 1 كانت نفسيه الساين ماينس 1 بس مضروبه في سالب 1؟ فلو جالك التكامل هنا فيه سالب حط سالب هنا. عاوز انت تبقى في سالب هنا وتكتبها كوزاين ماينس 1 ماشي، بس هو المتعارف عليه في جميع المراجع ان لما بتيجي سالب هنا ما بيكتبهاش كوزاين ماينس 1، بيكتبها سالب ساين ماينس 1. يبقى هي صوره واحده اللي بيحفظها، لو الاشاره موجب تنكتب ساين ماينس 1، لو الاشاره سالب يكتبها مين؟ سالب ساين ماينس 1. نخش على الصوره دي، الصوره دي بتفكركم بمين؟ بالتان تان ماينس 1، بس دي كانت واحد. طب افترض رقم بقى، وهي دايما هتجي لك رقم، بروح قاسم عليه بره هنا بقى واحد عليه. قال لي خلي بالك في الساين ماينس 1 ما قسمتش على واحد عليه، لكن في التان ماينس 1 والسيك ماينس 1 هنقسم على ايه؟ ده الجديد، ده الفرق بينهم اهو. انا حاططهم قصاد بعض عشان تعرف الفرق بينهم. ونفس الكلام اللي عملته هنا، قسمت اكس على ايه؟ لازم اقسم اكس على ايه. نيجي للصوره دي، دي اكس على اكس جذر اكس تربيع. الصوره دي صوره مين يا جماعه؟
السيك قسمنا واحد على ايه؟ سيك ماينس 1 اكس على ايه؟ لو جت هنا في سالب تروح حاطط هنا ايه؟ سالب. دي تاخد معاك وقت في البيت في الحفظ؟ ما انت التفاضل في دماغك، وانا جايبها لك من ناحيه التفاضل بقى. مش هتاخد معاك حاجه. الناس اللي مكبره الموضوع، الجدول ده ياخد معاك ربع ساعه. لو معاك نسكافيه او شاي ياخد 5 دقايق. لو شوكولاته ما ياخدش 3 دقايق. يعني على حسب ما تكون روحك المعنويه عاليه ما بتاخدش وقت. حد مزعلك ما تذاكرش الجدول ده. الجدول ده ما تذاكروش وانت زعلان. نصيحه يعني. طيب نخش على الجدول الثاني. الجدول ده جدول الدوالي الايه؟ الزائديه. تكامل شاين اكس، انا ببحث عن ايه؟ عن الداله اللي تفاضلها كان بيديني شاين اللي هي مين؟ طيب لما كامل الكوشاين، ايه الداله اللي كان تفاضلها يدي كوشاين؟ شاين. لعبه حلوه خالص، مش صعبه ولا حاجه، ده التكامل حلو اهو. طيب ايه اللي كان بيديني سيش تربيع اكس؟ التانش. ايه اللي كان بيديني كوسيش تربيع؟ هو كان بيديك سالب صح؟ رجع عليها السالب تاني وتبقى سالب كوتانش اكس. سيش تانش سالب سيش، كوسيش كوتانش سالب كوسيش. الصورة ديت كانت بتفكرك بصورة مين؟ شاين ماينس 1 صح؟ تلاحظ ان في هنا قيمة مربعة اهي، انا بقسم هنا اكس على ايه؟ ما بتقسمش على ايه بره في الشاين والكوشاين. طب ليه انت هنا جبت لنا الشاين والكوشاين؟ لان مفيش علاقه بينهم. ما اقدرش اقول ديت هي دي بس مضروبه في السالب، لا مفيش. فجبت لك الكوشاين اهي. الصوره دي صوره مين يا جماعه؟ التانش. خلي بالك في التانش لازم تقسم على ايه بره. الصوره ديت السيش، بس السيش كان فيها سالب هنا صح؟ رجع السالب اهو. الكوسيش كان في سالب هنا، رجعنا السالب. يبقى تخلي بالك في الشاين والكوشاين ما بتقسمش على ايه بره، في التانش والسش والكوسش بتقسم على ايه بره. واضح الموضوع ده يا جماعه؟ يبقى احنا هنذاكر الجداول ديت من خلال خبرتنا في ايه؟ في التفاضل. الجداول لكن هل انا في نفس الوقت ينفع ابقى فاكر الحاجه وعكسها؟ هتعمل لك صداع. يبقى كل تركيزنا في التفاضل. يبقى وانا بكامل انا بدور على الداله اللي تفاضلها يدي الداله اللي انا عاوز اكملها. تقوم تبقى اعصابك هاديه ودماغك مترتبه. وبنكمل على الجداول بتاعه التفاضلات اللي انت خدتها. طيب دي كانت المرحله الايه يا جماعه؟ دي كانت المرحله الثانيه. واحد يقول لي طب انا ما بحبش التحويلات المثلثيه والزائديه. فاكرين اللي هي كوزين تربيع اكس زائد ساين تربيع اكس تساوي 1؟ فاكرين الحاجات دي؟ هي دي التحويلات. بقى في مساله ممكن تروح مني بسبب تحويله؟ اه. طب ما تقول لي كده. طب ما تكمل لنا كده تان تربيع اكس. يقول لك هي ايه الداله اللي تفاضلها تان تربيع؟ مفيش. هي في تفاضلها سيك تربيع. لكن تان تربيع حاول. اه هي مش في علاقه بين التان والسك بتقول لك ان التان تربيع عباره عن مين؟ سك تربيع ناقص 1. شيلها كده وحط بدلها قيمتها. كامل كده؟ تتكامل ولا ما تتكاملش دلوقتي؟ تكامل السك تربيع هي ايه الداله اللي تفاضلها بيدي سك تربيع؟ تان. تكامل ده زائد مين؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض بقى حلوه يا نهار ابيض بقى تحويله تضيع المساله؟ بقى تحويله تضيع تضيع المساله. يبقى انا لازم ارجع تاني للتحويلات المثلثيه والزائديه. هتلاقي مسائل كتير في التكامل، وانا هحل لك 3 4 مسائل دلوقتي مش هتتحل الا بتحويله مثلثيه او زائديه، مش هتتحل. فأنا لا أقلل من قيمة تحويلات النسب المثلثية والزائدية عن تحويل الجدول، ما أنتش ضامن المسألة هتجيلك إيه. يبقى لازم أكون متمكن. طب هتمكن إزاي من كتر الحل؟ كتر الحل هتحفظها. طيب دي كانت المرحلة إيه؟ التانية.
المرحلة الثالثة بقى اللي هي خواص الايه يا جماعة؟ فاكرين خواص التفاضل؟ هي خواص التفاضل هي خواص التكامل. طب فكرنا كده، لو انا بكامل دالة اف اوف اكس زائد او ناقص دالة تانية جي اوف اكس دي اكس، هل ينفع اوزع علامة التكامل دي على الجمع والطرح؟ كان في التفاضل بينفع ولا ما ينفعش؟ كان بينفع، يبقى ينفع هنا. يبقى تكامل اف اوف اكس دي اكس زائد او ناقص تكامل مين؟ يبقى توزيع علامة التكامل على الجمع والايه؟ والطرح، يجوز. طيب الخاصية التانية، لو انا بكامل دالة اف اوف اكس في دالة تانية جي اوف اكس دي اكس، هل ينفع اوزع بقى؟ هل الكلام ده يساوي تكامل اف اوف اكس في تكامل جي اوف اكس؟ اجي اسالك، هو في التفاضل كان ينفع؟ يبقى في التكامل ما ينفعش، ما هم اخوات. يبقى الكلام ده ايه؟ والله بلاقيها في امتحان الميد ترم والفاينل، الاقي دالتين بشكل كده، تلاقي موزع التكامل مكامل ده لوحده وده لوحده، ويروح ضارب الناتجين في بعض. ما كانش حد غلب بقى. طيب الخاصيه رقم 3، لو انا بكامل داله اف اوف اكس على داله جي اوف اكس دي اكس، هل الكلام ده يساوي تكامل اف اوف اكس على تكامل جي اوف اكس؟ هل في التفاضل كان بينفع؟ يبقى في التكامل ما ينفعش. خاصيه رقم 4، لو انا عندي ثابت مضروب في داله اف اوف اكس دي اكس، اقدر اطلعه بره علامه التكامل؟ اقدر. وكان الكلام ده في التفاضل برضه بينفع. طيب افتراضي ان انا احتجت وانا بكامل اضرب في ثابت هنا، ممكن اقسم على ثابت بره هنا؟ ينفع. طيب هي دي اسمها ايه يا جماعه؟ خواص التكامل. حاجات بسيطه بس ممكن نقع فيها، زي مثلا انتوا عارفين دي، انت عارف ممكن كان واحد يحلها لي ازاي؟ يقول لي تكامل تان اكس في تكامل مين؟ تكامل تان اكس دي ساين على كوزين، يبقى هتبقى سالب مين؟ لين كوزين اكس. مش يروح ويقول لك ده الموضوع سهل خالص يا اخي، ده الامتحان ده ايه ده؟ ده كله تطبيق مباشر. فممكن خاصيه توديك في داهيه يعني، تضيع المساله كلها. طيب دي كانت المرحله الثالثه، خواص التكامل. نخش على المرحله الرابعه، ودي بدايه الشغل، قوانين التكامل. طيب المرحلة الرابعة، اللي هي قواعد وقوانين ايه؟ التكامل. مفيش مسألة هتحلها إلا وهتستخدم فيها القواعد وقوانين التكامل بنسبة كام يعني؟ بنسبة 100%. ياه، هما كام قاعدة؟ هما 6 قواعد. لن تخلو مسألة. شوف لازم تكون متمكن، أنا بقول لك شفت جدول الضرب؟ قواعد وقوانين التكامل دي زي جدول الضرب. تقريبا وأنت بتحل الشيت الأولاني 135 مسألة أو 131 مسألة. تقريبا مفيش حاجة في ال 131 مسألة إلا ما هتستخدم فيهم قاعدة من اللي هقولهم لك دول. وأكيد واحدة فيهم هتعدي عليك. متأكد؟ متأكد إن شاء الله. طيب مشتاقين نشوف القواعد دي. أول قاعدة، لو أنا بكامل دالة إكس أس إن دي إكس، حيث الإن ده، الإن ده ثابت عدد حقيقي موجب أو سالب، التكامل ده يساوي إيه؟ كلكم حافظينه وخدتوه في الثانوية العامة. بجمع على الأس 1 وأقسم على إيه؟ على الأس الجديد.
طب ادينا اكزامبل كده. يعني انت لو بتكامل جذر اكس، تكامل جذر اكس بيساوي ايه؟ مش دي عباره عن اكس اس نص؟ تبقى اكس اس كام؟ على كام؟ زائد ايه؟ طب لو انت بتكامل اكس اس سالب تلت، تكاملها بايه؟ على، طبعا ده كلام سهل. قاعده رقم اتنين، لو انا بكامل داله اف اوف اكس مرفوعه الاس ان في تفاضل الداله، يعني دي داله اهي بس مرفوعه الاس ايه؟ ان ده ايه؟ ثابت. دي ايه؟ تفاضل ايه؟ تفاضل الداله. الموقف ده بيقابلنا كتير قوي. يا ترى نكمل الكلام ده ازاي؟ شايف الداله دي؟ هتجمع الاس واحد وتقسم على الاس الجديد، يبقى اف اوف اكس اس ان زائد واحد على ان زائد واحد زائد ثابت. طيب اكزامبل، لو انا بكامل اكس في الجذر التكعيبي لاكس تربيع ناقص واحد دي اكس، تكاملها ازاي دي؟ هي دي على القاعده اللي احنا قدامنا دي كده ولا محتاجه حاجه؟ نيجي نقول دي داله ايه؟ اكس تربيع ناقص واحد مرفوعه الاس تلت اللي هو الجذر التكعيبي، هي تفاضل اكس تربيع ناقص واحد بايه؟ باتنين اكس، بس اللي بره دي اكس. طب ممكن نضرب هنا بعد اذن سيادتك ونقسم هنا كده على نص، ينفع؟ اه ينفع قوي طبعا، من خواص التكامل. نعم، عليك سؤال؟ لا. طيب هيساوي نص، هعمل ايه من خلال القانون اللي قدامكم ده؟ تبقى اكس تربيع ناقص واحد، مش دي اس تلت؟ تبقى اس كام؟ برافو عليك، على كام؟ زائد ايه؟ الله الله الله، التلت لما اجمع عليه واحد تدي اربعه ثلاثه، مظبوط. طيب نشوف مساله تاني. الاكس ان هي دي، ما خلاص ادت مهمتها، مش بقت على الصوره دي، مش ديت هي دي، والتفاضل ده هو ده، الناتج يديك ايه؟ الداله دي بجمع على الاس واحد واقسم على الاس الجديد. بس مش مصدق، كذاب يا عم والله، ده على الصوره. لا طب عاوز اتاكد، تعرف تفاضل سيادتك الناتج ده؟ المفروض انه يديك الداله دي، فاضل كده هتنزل الاس ده وتطرح من الاس واحد في تفاضل ما ده، هتلاقي تديك هو الكلام ده مظبوط. التكامل سهل تعرف انت ماشي صح ولا لا. انت عندك الداله الاساسيه، طلعت ناتج فاضله، مش انت بتقول التكامل عكس التفاضل؟ طيب لو فاضلت وطلعت هي نفس الداله يبقى انت ماشي صح. فاضلت وما طلعتش بقى الداله اللي انت كنت بتكاملها، يبقى انت اكيد مش صح. دي كده؟ اه ماشي. ما شلتش، اصل دي قاعده. اذا لقيت الصوره دي داله مرفوعه لثابت في تفاضل ما بداخل القوس اللي تحت هنا، ده الان دي ممكن تكون نص، ربع، تلت، خمسه، 10، 15، مش مشكله. انا اهم حاجه ان التفاضل بتاعي اللي داخل القوس ده موجود، الناتج بجمع على الاس ده واحد واقسم على الاس الجديد. دي قاعده. تمام كده يا جماعه؟ طيب نشوف حاجه تاني. تعرف تكامل سيك تربيع في جذر تان اكس ناقص 3؟ تكاملها ازاي دي؟ بص اللي تحت الجذر كده، دي هنا ايه؟ تفاضلها بايه؟ دي الداله، تفاضلها سيك تربيع. قال له ده على القانون مباشره. طب اديني الناتج كده بقى، تان اكس ناقص 3 اس كام؟ على كام؟
والله ده الموضوع سهل خالص، ده ايزي. طيب دي كانت القاعدة رقم 2. قاعدة رقم 3، قاعدة رقم 3، لو بكامل دالة كسرية اف داش وفي اكس على اف وفي اكس دي اكس، ايه اللي انت بلاحظه هنا؟ ان البسط ايه؟ ان البسط تفاضل المقام. يبقى دي الدالة ودي تفاضلها. الناتج يديني لين الايه؟ لين المقام، الله عليكم، زائد مين؟ زائد ثابت. طيب عاوزين المسألة بتيجي ازاي؟ نعم اتفضل. مسألة ايه؟ ديت دي. طيب بصوا يا جماعة، ادي دالة وادي دالة. أول ما الاقي حصل ضرب دالتين أشوف هل هينطبقوا على ده ولا لا، لأن بعد كده أحيانا ما بيبقاش الدالة في تفاضلها، هستخدم تكامل حصل ضرب دالتين اللي هو التكامل بالتجزيء، مش عارف خدته في الثانويه العامه ولا لا. فمثلا دي لو كانت دي كوتان، فطبعا الكوتان ما هيش تفاضل التان، يبقى دول ما كانتش تنفع على القانون. فاول حاجه بشوف هل هم يمشوا مع القانون. قلت يا سيدي ادي الجذر التربيع تان اكس ناقص 3، تفاضل التان بسك تربيع، الا ده تمشي الداله في ايه؟ في تفاضلها. مظبوطه 100%؟ اه 100%. مش محتاج اضرب في ثابت واقسم عليه بره؟ لا مش محتاج. يبقى اوتوماتيك ده كان قص نص، يبقى هجمع واحد واقسم على القص الجديد. دي كانت محتاجه تعديل ان انا اضرب في اتنين عشان الداله دي تبقى تفاضل ما ايه؟ ما تحت الجذر التربيعي. اذا كانت محتاجه ثوابت حطها، مش محتاجه كامل على طول. طيب بص على الداله دي كده، دي اكس على اكس لين اكس، هنعمل فيها ايه دي؟ هتكامل ازاي؟ هل واحد ده تفاضل اكس لين اكس؟ ولا ممكن اظبط شكل الداله دي كده؟ ايه رايك لو انا عملتها كده؟ ايه اللي واضح قصادك كده؟ مش بقى البسط تفاضل المقام؟ يبقى الناتج ده عباره عن ايه؟ يبقى لين اكس زائد ايه؟ زائد ثابت. طيب بص لدول كده، هو تفاضل ايه اس اكس زائد واحد بايه؟ بيس اكس، يعني البص تفاضل مقام ولا لا؟ يبقى لين مين؟ طيب شاين اكس على كوشاين اكس ناقص 7، البص تفاضل مقام ولا لا؟ يبقى لين مين؟ طيب لو انا عندي اكس على اكس تربيع ناقص 5، ها عاوز اكمل اضرب في ايه واقسم عليه هنا، يبقى بتساوي نص لين مين؟ جميل التكامل. طيب القاعدة رقم 4، القاعدة رقم 4، لو بكامل اف داش في اكس على الجذر التربيع الاف وفي اكس دي اكس، ايه اللي انت ملاحظه هنا؟ ان البسط تفاضل المقام، بس المقام تحت الجذر والجذر التربيعي كمان، ما ينفعش الجذر التكعيبي. طيب الناتج يديني ايه؟ 2 قيمة الايه؟ 2 قيمة الجذر.
يعني زائد دي بر. يبقى البسط تفاضل المقام تحت الجذر. البسط تفاضل المقام تحت الجذر التربيعي كمان. يبقى التكامل 2 قيمة الجذر أو 2 المقام. زي مثلا بص كده اكس تربيع على الجذر التربيعي لاكس تكعيب ناقص 3. في حاجه محتاجه تظبيط؟ اضرب هنا في ايه؟ في 3 واقسم هنا على كام؟ يبقى هتساوي ما انساش التلت اللي ايه؟ اللي بره. طيب في 2 قيمه الايه؟ في 2 قيمه الجذر اللي عندك اللي هو اكس تكعيب ناقص 3 زائد مين؟ زائد ثابت. طب هنا جاي على طول باي يبقى القاعده رقم 4 لو البسط تفاضل المقام بس تحت الجذر التربيعي. طيب القاعده رقم 5 ايه بقى المكتوب ده؟ ايه اس اف اوف اكس دي دالة اسية صح؟ يبقى دي دالة دالة اسية مضروبة في ايه؟ في تفاضل ايه؟ في تفاضل الاس. الناتج يديني ايه؟ قال لك يديك الدالة الاسية زي ما هي مقسومة على مين؟ على لين الاساس زائد الثابت. طيب نشوف اكزامبل كده. بص يا سيدي ادي دالة أسية قدامك اهي. هو تفاضل الساين ماينس 1 ده بإيه؟ مش بواحد على جذر واحد ناقص اكس تربيع؟ يعني دي كده أقدر أكتبها تكامل إيه أس ساين ماينس 1 اكس في واحد على جذر واحد ناقص اكس تربيع دي اكس؟ مش بقى الدالة الأسية في تفاضل الأس كده؟ الناتج ده يساوي ايه؟ حد عارف يمليني؟ يساوي ايه اس ساين ها على مين؟ دالين ايه ده بايه؟ زائد ثابت. طب نيجي لدي، مش دي داله اسيه؟ الاس هنا اسمه ايه؟ هو تفاضل التام بايه؟ يبقى داله اسيه في تفاضل الاس يبقى تديني ايه؟ طب بص دي كده ايه اس سالب اكس تكعيب في اكس تربيع. هل دي تنفع داله اسيه في تفاضل الاس ولا محتاجه ايه؟ محتاجه هنا ايه؟ يبقى اضرب هنا بره في ايه؟ هاي يبقى هتساوي سالب تلت الداله على لين الاساس زائد ثابت. على فكره دي هتلاقي معظم الكلام اللي انا كاتبه ده مسائل في الشيت، وانت بتحل كده هتفاجئ ان الاكزامبل دي كلها في الشيت عندك. انا جايب الاكزامبل كلها في الشيت، يعني النهارده ممكن تحل لك بتاع 20 30 مساله. ده لو مزاجك رايق، يعني لو ما فيش حد عكنن عليك، الاهل اتغلب، احنا ما بنتغلبش المندول الحمد لله،
حاطين رجل على رجل حتى لو خسرنا الدوري. ما عادتش حاجه تزعلنا خلاص. ربنا نولنا يا اخي اللي نفسنا فيه يا اخي. خلاص. اخر قاعده عندي. القاعده رقم 6. لو انت بتكامل صين ايه اللي انت ملاحظه هنا؟ قول لي يعني ايه، قول لي ايه ملاحظاتك؟ دالة ساين دي ايه؟ مش دي الزاوية؟ دي ايه دي؟ تفاضل الزاوية. قال لا، يا ترى الكلام ده يديني ايه؟ قال لك تكامل النسبة المثلثية بس، اللي هي ساين تكاملها بايه؟ زائد مين؟ يبقى تكامل النسبة المثلثية. عاوز تصدق الكلام ده صح ولا لا؟ فاضل ده كده. تفاضل الكوزين بايه؟ لا بسالب ساين. وادي السالب. طيب لما بفاضل، بعد ما بفاضل النسبة بفاضل في تفاضل مين؟ هي تفاضل الزاوية. واحد يقول لي يعني طب لو جات لي كوزين كده، كوزين اف اوف اكس في مين؟ حد يعرف يقول لي الناتج يطلع ايه؟ يطلع ساين مين؟ زائد ايه؟ يعني تكامل مين؟ تكامل النسبة المثلثية. واحد يقول لي طب لو شاين، ما هي نفس القصة بقى. احنا عرفنا اللي فيه. طيب عاوزين نشوف مسألة، جايب لكم مسألتين من الشيت اهو. طب هنا بص معايا كده، ساين لين اكس على اكس، انت خدت الست قواعد، مالكش حجه دلوقتي. يا ترى دي تمشي على انهي واحده في الست؟ ساين لين، الزاويه هنا اسمها ايه؟ الزاويه، تفاضل الزاويه دي بايه؟ بواحد على اكس. موجود ولا مش موجود؟ موجود عبد الموجود، موجود. يبقى ساين لين اكس في واحد على اكس دي اكس. القاعدة بتقول لك ايه؟ يبقى سالب بكامل مين؟ بس لين اكس زائد سالب بس. انت ما انتش مصدق، فاضل دي. تديك دي ولا ما تديكش؟ طيب نمسك دي، تتحل على انهي قاعدة؟ ادي كوزاين، ادي الزاوية، هو تفاضل جذر اكس بايه؟ واحد على اتنين قيمة الجذر، بس مفيش هنا اتنين. نضرب هنا في ايه؟ ونضرب هنا في ايه؟ تبقى تساوي اتنين. تكامل مين بقى؟ اللي هو موضوع جميل. بعد ما خدت الستة صدقت ان انت في اي مساله لازم هتحتاج قاعده من السته ولا لا؟ اكيد هتحتاج حاجه فيهم. دي ادواتك، دي ليه انت بتكامل بيه؟ ازاي مش هتستخدم؟ لازم تكون متمكن من السته دول. طيب خلصتوا ديت؟ طب الاخيره؟ طب امسح اللي لسه كاتبه؟ طب امسح ايه طيب؟
اخر مسالتين بس عاوزكم تركزوا معايا. المشكله بتيجي منين؟ المشكله بتيجي انت عارف وتسرعت، يا اما في المساله كان فيها حاجه وانت ما خدتش بالك، يعني انت خدت الامور بحسن نيه، وانت ما شاء الله في حسن النيه ما تتوصاش. طيب نيجي لدي، واحد زائد ساين تربيع اكس على واحد ناقص كوزين اتنين اكس، في القواعد اللي انت خدتها هي واضح ان هي داله كسريه صح؟ هل البسط تفاضل المقام؟ مش نافعه. انت عارف مش نافعه ليه؟ حتى الزاويه، الزاويه دي ايه ودي ايه؟ طب ازاي دي تبقى تفاضل دي يعني اذا كان الزاويه مش هي الزاويه؟ طب بص على دي كده، ساين في كوزاين، يقول لك الله ده اكيد جايبها لك على الداله في تفاضلها، بس ما خدتش بالك ان الزاويه دي ايه ودي ايه؟ ازاي تبقى في تفاضلها يعني؟ هو المنظر الاولاني كده يدل لك ان الامور كده، لكن لما تخش في التفاصيل لا، ده السيستم مش راكب على بعضه، ده الزاويه مش هي الزاويه. يبقى لازم هنا حل ولازم هنا حل، والحل اللي هنا شبه اللي هنا، الا وهو ايه؟ التعويض بايه؟ بالتحويلات المثلثيه. والكلام ده احنا قلناه ان ممكن تحويله مثلثيه تربط لك المسألة. طب نيجي لهنا، نيجي لهنا اعمل ايه؟ فاكرين ساين في كوزين؟ فاكرين ساين في كوزين؟ فاكرين ساين ايه في كوزين بي؟ طب فاكرين ساين ايه في ساين بي؟ طب فاكرين كوزين ايه في كوزين بي؟ فاكرين التحويلات دي؟ نفكركم بيها لان ممكن تيجي لك اي مساله على اي حاله من الثلاثه. لما يكون عندي ساين في كوزين بيبقى نص ساين الفرق زائد ساين الايه؟ المجموع. خدتوا القانون ده قبل كده صح؟ ما خدتهوش؟ هاي على العموم اقول لك حاجه عشان تحفظهم بسهوله ثم شبه بعض. اذا اتفقوا يعني ساين مع ساين او كوزين مع كوزين تتفك بدلاله الكوزين، اذا اختلفوا يبقى تتفك بدلاله الساين. ماشي؟ طيب ساين في ساين بنص كوزين الفرق ناقص كوزين المجموع. كوزين مع كوزين نص كوزين الفرق زائد كوزين المجموع. ممكن المسألة تكون واقفة على تحويلة من دول وانت مش عارف، يبقى المسألة راحت. ادي خطورة التحويلات المثلثية. الناس اللي عمال يقول يعني انا لازم، انا كاتبهم لكم في صفحة او هتلاقيهم موجودين في الكتاب، هتلاقيهم في اي حتة مفيش مشكلة، هتلاقي التحويلات كلها متاحة بالنسبة لكم، لكن ما يصحش المسألة تروح منك بسبب تحويلة بالشكل ده. طيب هنيجي دي ساين في كوزاين، دي تنطبق على انهي حاله من الثلاثه دول؟ ماشيه مع الحاله نهيم؟ مع الحاله الاولانيه. طيب يبقى التكامل هيساوي ايه؟ تعرف تمليني؟ نص ساين الفرق 2 اكس ناقص اكس ناقص 1 تبقى ايه؟ اكس زائد 1 زائد المجموع ساين ايه؟ 3 اكس ناقص ايه؟ 1. ادي يا سيدي كده اتحلت، كده اتحلت خلاص، تساوي نص تكامل ساين اكس زائد 1. تكامل الساين بايه؟ بسالب، قدامك اهي، بسالب كوزين اكس زائد 1. طيب احنا لما كنا بنفاضل كنا بنفاضل النسبه وبعدين في تفاضل مين؟ الزاويه. في التكامل تقسم على مين؟ تفاضل الزاويه هنا بكام؟ بواحد. تعالى بقى تكامل الساين دي بايه؟ سالب كوزين 3 اكس ناقص 1 في 3 ولا على 3؟ احنا بنكامل. زائد مين؟ زائد ثابت. يبقى ادي بالدليل ان تحويله مثلثيه تضيع المساله. تعالى هنا نفس الكلام، هعمل ايه؟ وماذا بعد؟ هعمل ايه يعني؟ مش نافع البسط تفاضل المقام.
يبقى يتحول ساين تربيع بدلاله الكوزين 2 اكس، يتحول الكوزين 2 اكس بدلاله الساين تربيع. بس واضح ان الاسهل مين هنا؟ الكوزين 2 اكس. ده خلي بالك لها ثلاث قوانين بقى، خد بقى. الكوزين 2 اكس دي لها ثلاث قوانين. كوزين 2 اكس تساوي، ده اسمه قانون ايه؟ برافو عليك، الله عليك، تسلم ايديك. كوزين 2 اكس ده اسمه قانون ضعف الزاويه، له ثلاث قوانين. بيساوي يا كوزين تربيع ناقص ساين تربيع، يا 2 كوزين تربيع ناقص 1، يا 1 ناقص، الله عليك. طيب انا هنا فوق في البسط عندي مين؟ يبقى يفضل ان انا اخد مين؟ التالت. طيب يبقى اذا اي تساوي 1 ساين تربيع اكس على 1 ناقص، افتح قوس، 1 ناقص 2 ساين تربيع اكس دي اكس، هتساوي 1 زائد ساين تربيع على، مش الواحد ده يروح مع الواحد ده، يفضل هنا 2 ايه؟ طب هعمل ايه وماذا بعد؟ هل البسط تفاضل مقام؟ في خاصيه، يا سلام، ده انا شوف، ده انا استخدمت تحويله مثلثيه وهجزأ وما استخدم خاصيه، ومن ناتج استخدم فيه قاعده عشان اكامل. شوف تكامل واحد بلف على مين؟ على المراحل الاربعه اللي احنا قلنا عليهم. يعني ايه تكامل؟ حفظ التحويلات المثلثية وجدول التكاملات، خواص التكامل اللي هجزأ بيها، قوانين التكامل وقواعد التكامل اللي لسه هستخدمها. الأربعة دول أداة في إيدك في أي مسألة تلاقيك بتستخدمها، بتلف حواليها. مفيش مسألة هتعدي غير ما تستخدم قاعدة أو قانون من قوانين التكامل. لازم تكون متمكن فيهم قوي قوي وحريف. أنت بتلعب النهاردة وينج يمين، تبقى رجلك اليمين على الخط اليمين، وينج شمال رجلك الشمال على كده. بتلعب في النص تقعد جنب حارس المرمى. فانت حافظ مهام مهنتك، المكان اللي انت فيه انت فاهمه قوي، انا مركز قوي، انا مركز معاك، مش هتعرف تضحك عليا ابدا. انا متمكن من ادواتي. سيبها على الله. وشوف لي شقه جنبك يا عبد الله. يلا عشان اخواننا الاهلاويه يعني. طيب. تعالى جزأ كده بقى، جزأ وصلى على النبي. سالب فين السالب؟ ما دي سالب مع الواحد راحت مع دي، وسالب في سالب بموجب، مفيش سالب. جت منين السالب؟ ايه فين ده فين السالب؟ مفيش سالب هنا. هتنضرب. مش في سالب اهي، انا فتحت قوس وحطيت فيه واحد ناقص الكلام ده اهو، السالب يخش مع السالب، واحد تروح مع الواحد، السالب في سالب بموجب. طيب بص يا عم معايا، نص، ها، واحد على مين؟ ساين تربيع اكس دي اكس، زائد نص ساين تربيع على مين؟ دي بايه؟ هو واحد على الساين بايه؟ بكوسيك. يبقى دي نص تكامل الكوسيك ايه؟ دي اكس زائد نص مين؟ هو تكامل الكوسيك تربيع. ايه اللي التفاضل بتاعي يديني؟ ده بيديني سالب كوسيك تربيع اللي هي مين؟ الكوتان. يبقى دي تبقى سالب كوتان، الله عليك. يبقى سالب نص كوتان اكس زائد نص ايه؟ زائد مين؟ كفاية عليكم النهارده.